هذه الندوة المنظمة في دولة الكويت مبادرة فريدة من نوعها، إذ أنه للمرة الأولى تجمع منظمة الانتربول بمؤتمر يجمع كلياً بين الشقين القانوني والشرطي، حيث أن أجهزة القانون تعمل على الدوام وبشكل متواصل لمكافحة التجار غير المشروع بالسلع ومكافحة الأمور الخاصة بالملكية الفكرية، ولكنها تصطدم ببعض الأحيان بعقبات من الناحية القانونية، حيث أنه ليس هناك تشريعات حديثة، تشريعات تمكنها من التصدي لهذه الظواهر العابرة للحدود. تشكل المشاكل الخاصة بالاتجار غير المشروع ومكافحة الجرائم الماسة بالملكية الفكرية مصدر قلق كبير لحكومات بلداننا الأعضاء، وذلك لأنها تمس بشكل مباشر بحقوق وحماية المستهلكين، وأن التطورات التشريعية الأخيرة في دولة الكويت تبين بأن هناك اهتمام كبير من قبل الدولة لصن قانون لحماية المستهلكين وإنشاء لجنة مستقلة دولية لحماية المستهلكين. كشف هذا المؤتمر عن اهتمام حريص من قبل المشاركين للتكلم عن عدة مواضيع تخص مكافحة الاتجار غير المشروع والجرائم الخاصة بالملكية الفكرية، لذلك تمت صياغة عدة توصيات من قبل المشاركين والخبراء. تتعلق التوصية الأولى بالحاجة إلى تدريب كامل وشامل يجمع بين جميع الجهات الفاعلة المعنية بمكافحة هذا النوع من الجرائم، إن كان القضاة أو المدعين العامين أو صاحبي صانعي القرارات وأجهزة إنفاذ القانون. أما التوصية الثانية فتتعلق بالحاجة إلى التعاون، إلى تعاون ملموس وتعاون شفاف، حيث يكون هناك تبادل للخبرات بين جميع المشاركين وجميع ممثلي هذه القطاعات.